الزيتون قليل بزاف هاد العام, وزيت العود حتى هي قليله, والعام الجاي يقولوا لنا اكثر, غيكون اكثر. دابا من الزيتون كان كيعمل 18 درهم, ماشي دابا ولا كيكون دابا 35 درهم حتى 40 درهم, هادشي بزاف. شنو السبب ديالو؟ هو الزيتون قليل بزاف اللي غادي يعطي, ما الشتا ما كايناش والارض حتى هي ما عطاتش, والشجر حتى هو فيه زيتون قليل صغير, هو ما 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 ما, ما غاديش يعطي للعصير ديال زيت العود ولا اي حاجه. هذا هو السبب ديال 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 الزيتون العام كله. اما العام الجاي سوينا, العام الجاي ان شاء الله غادي يكون عاوتاني واقيلا اكثر. نطلبوا ربي سبحانه وتعالى اللي يحشمنا, اللي عطانا الشتي وعطانا هذا شي برد اللي غادي يخف علينا هذا الشيء ديال الغلا. نطلبوا ربي سبحانه وتعالى يكون شي حاجه تكون خفيفه. ولكن دابا راه كاين واحد الازمه كبيره ديال الناس مساكن اللي كيبغيو يشريو الزيتون. كنعرفهم انا, كيجيو يتقداو عندي كيديو 40 ريال 50 ريال 60 ريال. انا كنحشم باش نعطيها ليه, كتجي جوج حبات ثلاثه كنزيدو شويه من عندي. انا كنحشم الزيتون من 20 درهم 18 درهم توصل ل 40 درهم. شي ما انا 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 بعدا هزيت يديا ولا هزيت يديا. والزيتون ماشي كما كان تامر وكبير وغليظ, زيتون قليل. الا كاين زيتون اللي غليظ, ولكن هذاك بلاسيد واعر البيت, هذاك بلاسيد راه باين اذا كيمشيو يطيحوا فيه وكياكلوا فيه, راه واعر اليوم بالنسبه للمصران ديالهم والدات ديالهم. غادي نعير هكاك فداك, غادي نطيحين وصافي. لا, ناخذ زيتونه مليح اللي نعينك, نشوفوا زيتونه صغيره زوينه بنينه. اما دابا كتاكل زيتونه غليظه وباسله, اذا خصني اعرف شنو اش كيدير. هذا هو المشكل. ودابا الزيتون ان شاء الله كنطلبوا ربي سبحانه وتعالى اللي يحشمنا باش يعطينا الشتي, وباش يزيد الزيتون يتمر ويغلط ويكبر ويعطي واحد المنفعه كبيره للناس. وراه كاينه ازمه كبيره, راه كاينه ازمه ديال الزيتون. اما زيت العود راه وصل دابا 100 درهم 110 درهم. اما العام الجاي يقول غادي يوصل 150 درهم. الى بقات هذه الازمه هذه غادي يوصل 150 درهم. وكنطلبوا ربي الله يخفف علينا, الله يخفف علينا.